أهلا بكم. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان غادر إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي انتقل إلى طرابلس، حيث استقبل وفودا شعبية وفعاليات وقيادات عسكرية في مقدمهم اللواء أشرف ريفي. وأكد ميقاتي أن الاستقالة كانت لإحداث صدمة إيجابية، لافتا إلى أن هذا الأمر بدا واضحا في إعادة الحديث عن الحوار. وقال ميقاتي من بيت الفن إن هناك ثغرة فتحت وبدأنا نتكلم بالاستشارات النيابية والحوار وشكل الحكومة. وتزامنا شهد شارع سوريا في التبانة إطلاق نار بعد وفاة محمد السعيد الذي كان قد أصيب الجمعة الماضي، وشيع السعيد وسط حال من الغضب وإطلاق الرصاص، فيما عززت الوحدات العسكرية انتشارها للحؤول دون توتر الوضع. في البقاع الشمالي خطف متبادل والجيش يعزز انتشاره. التفاصيل مباشرة مع باسل العريضي. باسل، ماذا في تفاصيل عمليات الخطف المتبادل وهل من معلومات عن المخطوفين؟ بالواقع كاترين، يعني عمليات الخطف المتبادل التي جرت بالأمس وصباح هذا اليوم تلقي بظلالها وبثقلها على منطقة البقاع الشمالي، لكن حركة السير بشكل طبيعي وحركة الناس بشكل طبيعي، لكن يبدو أن الأجواء مشحونة ولا سيما من خلال الانتشار المكثف للجيش اللبناني، لا سيما في محيط حي شروني، في اللبوي، في الهرمل، في جميع هذه المناطق وعرسل تحديدا. طبعا جميع هذه المناطق التي شهدت بعض التوترات تنتشر فيها الجيش بشكل مكثف. علمنا منذ بعض الوقت أنه تم إطلاق سراح عبد السلام الحجيري وهو مسعف، تم إطلاق سراحه وكان قد خطف من إحدى سيارات الإسعاف لدى نقلها أحد بعض المصابين. يقال أن هؤلاء المصابين كانوا من الجيش السوري الحر وقاموا بتطويق المستشفى رفضا لإخلاء سبيلهم أو إخراجهم من المستشفى، لكن الجيش تدخل وقام باتصالات لحلحلة هذا الموضوع. من جهة أخرى فيما يتعلق بالمخطوفين اللبنانيين من آل جعفر والحجيري والعائلة الأخرى، يقوم مفتي البعلبك والهرمل الشيخ أيمن رفاعي بسلسلة اتصال كبيرة بين عرسال وبين آل جعفر لحلحلة الوضع وعدم تفاقم الأمور أكثر مما هي عليه الآن. أيضا هناك اتصالات بين عشيرة آل جعفر تقوم باتصالات فيما بينه وبين الأطراف الأخرى، وكان هناك حديث مع أحد وجهاء عشيرة آل جعفر ياسين جعفر الذي قال أن أو وضع العملية الخطف في إطار الفردي، وقال أن العرسال وجميع المناطق والقرى المجاورة تعيش منذ سنوات طويلة بأمان واستقرار وبالتالي لا خلاف مع أي شخص من العرسال. وأكد أكثر من مرة خلال الحديث مع قناة الجديد على أن لا يعني عرسال لم تتآمر على آل جعفر أو على أحد أبناء هذه العشيرة، وبالتالي وضع المسألة برمتها في إطار الشخصي وطالبا من الجيش اتخاذ الإجراءات الأمنية الكثيفة والمكثفة والمشددة للحفاظ على أمن المواطنين وعدم تكرار مثل هذه الحوادث على الطرقات، بما أن الطرقات هي بحسب قول طبعا جعفر بأن الطرقات هي ملك عام، وبالتالي على الجيش اللبناني أن يؤمن سلامة المواطنين على هذه الطرقات وفي جميع الأراضي اللبنانية. أعتقد كاترين ربما سنستمع إلى أبرز ما جاء في تصريح ياسين جعفر. لا، نحن كمان بعدنا مرهنين على الجيش وعلى العقلاء بالمنطقة، وحادث فردي بنحصر بأهله وبصحابه، وأهل عرسين ما تآمروا على ابن جعفر ولا بيتآمروا، وهذا منه وارد أبدا. وإذا حصل شيء على الطرقان نحن منا مسؤولين عن اللي عم يحصل. يعني هالشخص اللي طلع من قلب عرسال بعده بأرسال راح لمحل تاني، نحن هذا موضوع ما بيعني لنا. هني أهل أرسال بيعرفوا شو في عليهم، والأمور أكثر من هيك ما بدنا ناخذ لها أبعاد، وحادث فردي بنخلي. نعم باسل، تفضل، هل من معلومات إضافية من البقاع؟ من الطرف الآخر كاترين، في بلدة عرسال أهالي عرسال أكدوا على أن لا علاقة لهم بهذا الموضوع، وأن المواطن من آل جعفر تم اختطافه على الحدود اللبنانية السورية، وبالتالي لا علاقة لهذه البلدة، وأيضا وضعوا المسألة برمتها في إطار الفردي والشخصي. وهناك اتصالات تجري بين آل جعفر ورئيس البلدية لإنهاء هذه المسألة بأسرع وقت ممكن. نعم، شكرا للزميل باسل العريضي، كان معنا مباشرة من البقاع. استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التيني وزراء جبهة النضال الوطني غازي العريضي ووائل أبو فعور وعلاء الدين ترو بحضور الوزير علي حسن خليل، وجرى عرض للأوضاع والتطورات الراهنة. وكان الرئيس بري قد استقبل الوزير محمد الصفدي وعرض معه الوضع العام في البلاد.
أشار بيان النواب والشخصيات المسيحية المستقلة التي اجتمعت في منزل النائب بطرس حرب إلى أن استقالة الحكومة أزالت المخاوف من إسقاط النظام من داخل السلطة، وأكد المجتمعون وقوفهم إلى جانب رئيس الجمهورية ودعمهم لتشكيل حكومة قادرة على ملء الفراغ بعد تسريع التوافق على قانون جديد للانتخابات. إن استقالة الحكومة التي كنا نطالب بها منذ مدة أزالت المخاوف من إسقاط النظام من داخل السلطة ومن قبل بعض أفرادها المرتبطين بمخططات إقليمية معروفة، كما يؤمل أن تكون قد وضعت حداً لموجة الفساد غير المسبوقة التي سادت في بعض الوزارات والمؤسسات، إلا أن هذه الاستقالة لم تسقط المخاوف من عودة أهل السلاح غير الشرعي إلى العمل على ترويع البلاد لفرض إرادتهم على اللبنانيين وضرب وحدة البلاد من خلال خلق الفتن المذهبية وإسقاط النظام الديمقراطي عبر سلب المواطنين حقهم في انتداب ممثليهم الحقيقيين إلى السلطة ومصادرة حرياتهم في اختيارهم، ولا سيما أن الاستقالة جاءت في مرحلة دقيقة يمر فيها لبنان والمنطقة. إن المجتمعين الذين يقلقهم حالة التشنج التي تسود الحياة السياسية يناشدون كل المسؤولين السياسيين اعتماد الحكمة والاعتدال في مقاربة الأزمة الحكومية والتنازل عن الشروط التعجيزية التي تعيق الاتفاق الوطني. إصابة قائد الجيش السوري الحر رياض الأسعد في محاولة اغتيال، وأحياء دمشق تدك بقذائف الهاون، وموسكو تدعو إلى تحقيق دقيق في موضوع استخدام السلاح الكيميائي في سوريا. طغى خبر محاولة اغتيال قائد ما يسمى بالجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد على ما عداه من الأخبار المتعلقة بالشأن السوري. وفي المعلومات التي أكدها نائبه العقيد مالك الكردي أن الأسعد تعرض لعملية اغتيال في مدينة الميادين في محافظة دير الزور أثناء خروجه من أحد الاجتماعات في المحافظة المذكورة، ما أدى إلى بتر ساقه ومقتل أحد مرافقيه. وأوضح الكردي أن قنبلة لاصقة كانت موضوعة تحت مقعد السيارة التي كان يستقلها، وأن العبوة تم تفجيرها عن بعد. ولفت المنسق الإعلامي لما يسمى بالجيش السوري الحر لؤي المقداد إلى أن الحالة الصحية للأسعد مستقرة بعدما عولج في تركيا حيث تم بتر ساقه. ميدانياً، أفادت قناة الإخبارية السورية عن سقوط قذائف هاون في محيط ساحة الأمويين، وهو تقاطع رئيسي يقع فيه مقر الجيش ومبنى التلفزيون الحكومي، وأشارت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وأعلنت وكالة سانا الإخبارية إصابة عشرات المواطنين جراء سقوط قذائف هاون أطلقها إرهابيون على محيط دار الأوبرا في دمشق. وتحدثت معلومات عن إطلاق مسلحين معارضين العشرات من قذائف المورتر على وسط دمشق على بعد كيلومتر واحد من مقر الرئيس بشار الأسد، وأن الجيش السوري رد بنيران المدفعية من جبل قاسيون المطل على العاصمة السورية. سياسياً، 60 حزباً ومجموعة سورية جمعتهم الحكومة السورية حول ملتقى الحوار الوطني في العاصمة دمشق على مدى يومين في فندق داماروز، حيث أكد الحاضرون الذين يناقشون المبادرة التي أطلقها الأسد ضرورة نبذ العنف ورفض التدخل الخارجي مناقشة كل الملفات على طاولة الحوار. وقال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر إن الحل الوحيد للأزمة في سوريا يكون عبر الحل السياسي والحوار الوطني غير المشروط وغير الانتقائي لأحد. هذا لقاء ثالث وملتقى ثالث، كان هناك ملتقى أول وكان ملتقى ثاني في طهران، وهو ملتقى ثالث، وهو استمرار لكل المساعي لإنتاج رؤية متكاملة إلى حد كبير تؤسس لطاولة الحوار الوطني المستقبلية. وبالتالي نحن نحاول أن نجمع القوى ونؤطرها بما يخدم طاولة الحوار الوطني المستقبلية. دوليا، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مختلف فصائل المعارضة السورية إلى العمل سويا والتعاون بعد الانقسامات التي عصفت بهم، محذرا من أن باريس لن توافق على الانقسام أو أي توجه متطرف في الائتلاف الوطني السوري
المعارض. نائب وزير خارجية روسيا غينادي غاتيلوف من جهته دعا إلى تحقيق دقيق في موضوع استخدام السلاح الكيميائي في سوريا على يد خبراء في الكيمياء من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من بينهم روس وصينيون. والآن ننتقل مباشرة عبر الهاتف مع الزميلة راشا الكرم إلى طرابلس لتوافينا بتفاصيل زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم إلى المدينة. راشا، ماذا في تفاصيل المواقف التي أطلقها الرئيس ميقاتي من طرابلس اليوم؟ نعم كاترين، قبل الحديث عن زيارة الرئيس ميقاتي والأجواء التي نقلها، يمكن الحديث أولا عن الأوضاع الأمنية في طرابلس وهي هادئة. هناك الحذر، الهدوء الحذر الذي يسود المنطقة وجميع محاور الاشتباكات، وخصوصا أن من خلال اتصالاتنا العسكرية والأمنية وحتى مع الجهات السياسية المتنازعة لمسنا أن هناك هدوء، لمسنا أن هناك حرص على أن لا تتفجر الأمور مرة جديدة، خصوصا في ظل تواجد كثيف للجيش اللبناني الذي يضبط الأمور. أما بالانتقال إلى الموضوع السياسي، بعثت الرئيس ميقاتي إلى طرابلس، فعنوانه هو لقاؤه باللواء أشرف ريفي في منزله، ومن ثم تم هناك غداء في بيت الفن، حيث كان هناك بعض تصريح الرئيس ميقاتي شدد فيها على أن الأمن هو الأساس، ودعا أيضا إلى سحب السلاح من كل المدن اللبنانية ليس فقط في طرابلس أو في بعض المناطق الأخرى. أيضا كاترين، كان هناك تشديد بالنسبة للرئيس ميقاتي على أنه يجب أن يكون هناك شبك بين الأيدي جميعا في طرابلس، لأن بحسب الميقاتي يقول بأن الوطن هو الأساس ووحدته وأمنه. وكما أيضا ربطا باستقالته قال بأنه لا يمكن تشكيل حكومة اليوم من دون معرفة عنوان المرحلة المقبلة، واعتبر بأن استقالتي فتحت ثغرة وبدأنا الآن نتكلم بوزارات جديدة واستشارات ونتكلم بالحوار والانتخابات. إذن هذه هي أجواء طرابلس. الرئيس لا يزال يستقل في منزله بعض الوفود الشعبية، بعض النقابيين ورؤساء البلديات. وأما الحضور السياسي فحتى الساعة لم نلحظ وجود أي من نواب أو وزراء المنطقة، فقط كان هناك اللقاء الأساس وهو مع اللواء أشرف ريفي. نعم. الملاحظة الأخيرة كاترين، وخلال تواجدنا هنا في طرابلس لاحظنا الكم الهائل من الصور للواء أشرف ريفي والصور الثلاثية ما بين أشرف ريفي والرئيس رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري، وأخرى أيضا رفعت صور لأشرف ريفي ووسام الحسن ووسام عيد، وأيضا صور للرئيس ميقاتي تحيي استقالته هنا في طرابلس. هذه هي أجواء طرابلس بالمبدأ كاترين. شكرا للزميلة راشا الكرم. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ أكثر من 230 يوما احتجاجا على اعتقاله بات على شفير الموت. ولفتت الوكالة إلى أن الطبيبة المسؤولة عن حال الأسير سامر العيساوي في مستشفى كابلان أبلغت محامي نادي الأسير فواز الشلودي أن نبضات قلب الأسير هبطت إلى 28 والسكر إلى 65، وقد يتوقف قلب الأسير في أي لحظة. من جهته أبلغ العيساوي محامي النادي شلودي لدى زيارته له في المستشفى بأن نائب مدير المستشفى حضر لغرفته وأبلغه عن خطورة وضعه الصحي، وأن عليه تناول الطعام لأنه يعاني ضيقا بالتنفس ودوخة مستمرة وأوجاعا في كافة أنحاء جسمه وآلاما شديدة في البطن والكلى. أهلا بكم من جديد. تقدم مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بادعاء لدى نائب العام التمييزي على المعتدين على الشيخين مازن الحريري وأحمد فخران في محلة الخندق الغميق، وتضمنت الدعوة الجرائم المرتكبة والواقعة على أمن الدولة الداخلي والسلم الأهلي وإذكاء الفتنة المذهبية المنصوص عنها في الفصل الثاني من قانون العقوبات اللبناني. وقال مفتي الجمهورية أن الغاية المرجوة من الادعاء ليست التشفي أو الانتقام، بل توقيع العقوبة الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الاستمرار في مخطط الفتنة وتخريب الوطن المثقل بالجراح وحمايته من المؤامرة التي تحاك ضده سواء في الداخل أو في الخارج. وطلب مفتي الجمهورية في الدعوة إحالة القضية للنظر بها أمام المجلس العدلي بسبب خطورة الجرائم المرتكبة. معتصم مولود جديد من مواليد النزوح المستجد كاد أن يولد على أحد أرصفة بيروت. هو معتصم وهو اسم على مسمى، كاد أن يولد على الرصيف بالقرب من مكاتب الأسكوا في بيروت حيث لجأ أهله الفلسطينيون النازحون من سوريا.
على الطريق المحاذي لمقر المنظمة الدولية، شعرت أم معتصم بآلام المخاض فنقلت إلى مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة، حيث أبصر طفلها النور. أنا جاية من المخيم اليرموك وجينا لهون بشهر 11 طبعاً، وكنا منين اعتصامات، فجاني طلع وأنا بالاعتصامات فسعفوني لهون على المشفى. أول شيء ما ردوا يتقبلوني، قلعوني قدين جابوني لهون بالاعتصامات. كم من معتصم سيولد على الأرصفة وفي مخيمات النزوح المستجد؟ قد لا يكون ثمة جواب واضح عن هذا السؤال، إلا أن السبيل إلى التخفيف من المهانة عن هؤلاء المشردين قد يكون أوضح. رأى النائب علي فياض أن استقالة الرئيس نجيب ميقاتي فتحت البلاد على مرحلة جديدة، وخلال لقاء مع فعاليات مرجعيون حذر فياض البعض من الوقوع في حسابات خاطئة، بحيث يقرأ في الاستقالة تغييرا في المعطيات لصالحه فيلجأ إلى التشدد والتصعيد في الشروط والمواقف، مشيرا إلى أن ذلك قد يشكل خطأ جسيما يسهم في إقفال نافذة الحلول. وأضاف أنه ليس على اللبنانيين سوى صون وحدة وطنهم وأمنه والعمل على إجراء الانتخابات بقانون عادل وفي موعدها المحدد. تمكنت فرق الإنقاذ البحري التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني من انتشال جثة المدعو حمد عمر النادر 34 عاما سوري الجنسية، والتي استمرت عمليات البحث عنها 3 أيام، وعثر عليها داخل مغارة على بعد 30 مترا من الشاطئ وعمق 2 متر مقابل صخرة الروشة، حيث جرفه التيار المائي بينما كان واقفا لأخذ الصور. وكانت قد عثرت عصر أمس على جثة السوري أحمد هشام الصعيدي 23 عاما الذي قضى غرقا بينما كان يمارس رياضة السباحة على شاطئ المنارة، فيما تتواصل عمليات البحث عن شخص ثالث من التابعية السورية هو بشار سليمان رمضان 19 عاما الذي فقد الأحد الماضي بينما كان يمارس هواية السباحة مقابل شاطئ الروشي. تذكر المديرية العامة للدفاع المدني رواد الشواطئ بعدم التوغل في المياه البحرية وعدم الاقتراب من أماكن التيارات الجارفة، وخاصة في فترات المد البحري وارتفاع الموج، والاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة فور وقوع الحادث. لمناسبة عيد الأم أقام قسم الروضات في المعهد الأنطوني في بعبدة حفلا حضره الجسم الإداري والتعليمي وأباء المعهد وأمهات الأطفال، وتم خلاله توزيع هدايا رمزية على الأمهات. كما تحدثت للمناسبة مديرة قسم الروضات السيدة كلود غاوي: أما الأطفال فقد عيدوا أمهاتهم على طريقتهم وقدموا لوحات راقصة مستوحاة من الألعاب الرياضية. نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. بعد استقالة الحكومة القوات اللبنانية تعود إلى طاولة الحوار، قرار كشف عنه نائب رئيس القوات جورج عدوان في مقابلة مع زميلة نانسي السبع. على قاعدة العربة قبل الحصان يتفق السياسيون على اختلافهم على وضع الحوار قبل الحكومة. نحن مش مستعدين لهيك حوار. القوات اللبنانية أول المقاطعين لطاولة بعبدة الحوارية، ستكون أول العائدين. بما يتعلق باستقالة الحكومة، الحكومة استقالت وبالتالي هالشق انحل، والحوار اليوم إذا بده ينعقد وجدول أعماله الخروج من الأزمة تبع الحكومة وقانون الانتخابات، بتصور بيكون الموضوع محدد، والقوات اللبنانية تسعى اليوم بظل هالأزمة الكبيرة اللي عم نعيشها حول ما في حكومة ما في قانون انتخابات ومدة المجلس بتخلص ب20 حزيران، مسؤوليتها الوطنية خاصة انه الأسباب يلي ما شاركت فيها للحوار منا هلأ هي نفس الأسباب يلي مطروحة وبالتالي حتشارك. أنا بعتقد إذا فخامة الرئيس شايف أنه جلسة حوار أو يعني ما بدها جلسات، إذا في ضرورة لحوار مختصر يؤدي إلى تشكيل حكومة
التوافق على قانون انتخابات، الذهاب الى انتخابات القوات اللبنانيه، تعتبر انه هالجلسه تبع الحوار هي لتحقيق هدف عم تسعى له وبالتالي تشارك. استقاله الحكومه شرط وضعته قوى الرابع عشر من اذار للعوده الى طاوله الحوار، شرط حققه نجيب ميقاتي تلقفه تيار المستقبل معلنا امكانيه عوده الحوار، ورحبت به القوات اللبنانيه معلنه عودتها إلى حوار لا يشبه ما سبق وقاطعته. نحن رايحين لأنه بدنا نشكل حكومة تشرف على الانتخابات، وبدنا قانون انتخابات جديد قبل نهاية المدة اللي متبقية للمجلس. بس ممكن من بعد أن تلتئم طاولة الحوار ويتفق الأقطاب على قانون جديد للانتخابات وحكومة إنقاذية كما تسمى، أنه المجلس النيابي ينعقد للتمديد تقنيا لنفسه. نعم أكيد، اليوم الانتخابات يعني المجلس تنتهي مدته بعشرين حزيران، تقنيا من المحتمل أكبر احتمال أنه ما تجري الانتخابات بعشرين حزيران، إنما في فرق كبير جدا بين مجلس عم بيمدد لحاله سنتين وثلاثة وبين مجلس عم بيقول أنا بأخر خمس أو ست أشهر أو أربعة أشهر لحتى أمن المتطلبات لتنفيذ القانون الجديد المتفق عليه. المشاركة القوات بطاولة الحوار رح تكون على مستوى رئيس القوات طبعاً طبعاً. تدرك القوات أن الزمن تغير وتريد مواكبة التغيير لا مقاطعته، فتتصرف على قاعدة لا حرد في السياسة. هل هنالك فيتو على عودة الرئيس نجيب ميقاتي ولا لا؟ ممكن أن يكون يعني كل شيء وارد. هيدا الموضوع مثل ما عم قلك، أنا ما بدي أعطي أبدي رأي فيه قبل أن أتخذ قرار، أولا بالحزب وثانيا قبل أن يتواصل الحزب مع حلفائه. حوار خال من الرصاص لإنقاذ البلد من فوضى السلاح، هدف يجمع عليه السياسيون الذين تعظوا من الوقوع مراراً في حفرة عنوانها سلاح حزب الله، فقرروا هذه المرة الحياد عنها لإكمال طريق الحوار. اللواء جميل السيد يؤكد في مقابلة مع الزميل جاد غصن أن التمديد للواء أشرف ريفي ذريعة، فيما سبب الاستقالة إخفاق رئيسي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى النائب وليد جملاط في ابتزاز الثامن من أذار في قضية قانون الانتخاب. بعدما جاء بنجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة بموافقة سورية، اندلعت الأزمة في سوريا ليتحول ميقاتي إلى ابتزاز فريق الثامن من أذار بغطاء أمريكي سعودي. الكلام للمدير العام للأمن العام السابق اللواء جميل السيد. شواهد السيد على ذلك عديدة، من تمويل المحكمة إلى الحفاظ على التركيبة الأمنية والقضائية الموروثة من الحكومات السابقة، إضافة إلى إطفاء قضية الشهود الزور. انطلاقا من ذلك يقرأ السيد وقائع جلسة الحكومة الأخيرة. القوى الخارجية، وهذا شيء مش سر، طالبة من رئيس جمهورية ومن ميقاتي ومن جملاط أنه ما يكون في قانون انتخاب إلا يضمن الأغلبية ل 14 أدار. وبالمدى المنظور وبالواقع اللي احنا فيه ما في غير قانون الستين بالوقت الحاضر بيضمن سلفا في هذه الأغلبية، وبالتالي صارت مسألة حياة وموت. قالوا له جربوا بطريقة الابتزاز القديمة، كيف أخذتوا على المحكمة الدولية وغيرها موافقات، جربوا بهيدا القانون تاخذوا نفس الموافقة. رجعوا وصلوا على مجلس الوزراء من كم يوم وطرحوا تسمية الهيئة الناخبة، بس بعدهم عم بيقولوا للناس انه القانون ميت. يا خي الميت ليش عم تحط له مصل؟ واذا حطيت مصل للميت بعيش؟ فاذا هنالك تكاذب احتيال. الرئيس ميقاتي لما وصل لتحت بعت مرسلين لحزب الله يسالهم فيها انه انا رح اقدم الاستقاله، في مجال تغيروا وجهه نظركم؟ مش بقصه اشرف ريفي كاشرف ريفي، انتبه، اشرف ريفي مساله سنويه، الاساس قانون الانتخاب. لانه اشرف ريفي في طريقه لحتى يقدر يتمدد له بدون ما نعمل هالمشكله هيدي. اجى الجواب من حزب الله لا نجيب ميقاتي انه اعمل اللي بيريحك. شو معناتها كلمه اعمل اللي بيريحك؟ الجواب اللي نقل عن لسان سماحه السيد حسن نصر الله انه ما بقى فيك تبتزنا اكثر من هيك. السيد يتحسر على اضاعه قوى الثامن من اذار فرصه حسم الكباش في شان قانون الانتخاب، ويستشرف افاق مرحله ما بعد استقاله الحكومه. في ظل الوضع القائم بسوريا والغير محسوم، من يسيطر على قرار لبنان بالفترة القريبة القادمة من خلال الانتخاب؟
الانتخابات مش بس تقنيا مستحيلة مثل ما عم بيقولوا، الانتخابات سياسيا مستحيلة في الوضع الراهن. مع الأسف فريق اللي نحن بنعتبره فريقنا بالمفهوم النظري للكلمة أخطأ استراتيجيا بأنه لم يطرح قانون الأرثوذكسي عندما كان يحظى بأغلبية، لأنه فيهم الكتائب والقوات يجيبوا الأغلبية. اليوم بعد استقالة الحكومة أنا بشك لبل أجزم أنه إذا الرئيس بري دعا لجلسة للتصويت للقانون الأرثوذكسي للمشروع الأرثوذكسي لن يحضر القوات ولن يحضروا الكتائب لأنه صار فيه معطى جديد. يختم السيد بالتأكيد أن خط التماس الممتد من لبنان إلى إيران مرورا بسوريا والعراق لن يهدأ إلا بتسوية أمريكية روسية، من دونها سيبقى وضع لبنان عالقا مهما طال زمن الأزمة الحالية. منذ عام 92 استقالت حكومات عدة لأسباب مختلفة. هذه جولة على استقالات الحكومات منذ ذلك التاريخ وحتى استقالة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة. نصد الدولة! نصد الدولة! المعركة هي معركة سياسية ولكن تأخذ الوجه الاقتصادي، فنحن قلنا بدنا نواجه ولا حنواجه. في أيار من عام 1992 كانت أول استقالة لحكومة ما بعد اتفاق الطائف، أعلنها رئيسها عمر كرامي. أعلن عن استقالة الحكومة داعيا الجميع إلى وقفة ضمير تتوحد فيها الأهداف الوطنية وتتحقق من خلالها آمال الشعب وطموحاته. عشتم وعاش لبنان. بعد ثلاث سنوات في أيار من العام 1995 أعلن رفيق الحريري استقالة حكومته. أتقدم من فخامتكم باستقالة حكومتي متمنياً لكم التوفيق بمهماتكم في قيادة البلاد وتثبيت. ثم ما لبث بعد أيام قليلة وبعد حضور فاروق الشارع إلى بيروت أن عاد رئيساً للحكومة من جديد. بناء على المرسوم رقم 6810 تاريخ 25/5/95 المتضمن قبول استقالة الحكومة التي يرأسها السيد رفيق الحريري يرسم ما يلي. المادة الأولى: يسمى السيد رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. الحريري استقال مرة ثانية في تشرين الأول من العام 2004 وكان على خلاف كبير مع رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود، صعد إلى قصر بعبدة ووضع استقالته بينه وبين لحود. استدعى فخامة الرئيس عند الساعة 7:40 من مساء اليوم الخميس الواقع فيه 21/10/2004 دولة الرئيس عمر كرامي وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة. وقد قبلت هذه التضحية من أجل أن أفعل كل ما أستطيع لتخفيف الأزمة ولوضع حد للانهيار وللتأسيس للإنقاذ. لم ينجح عمر كرامي في وضع حد للانهيار ولا في إنقاذ البلاد مما كان يعد لها. اغتيل رفيق الحريري في شباط من العام 2005. استقال عمر كرامي في 28 من الشهر نفسه. أعلن استقالة الحكومة التي لي شرف رئاستها. في العام 2006 وبعد حرب تموز اعتكف الوزراء الشيعة في حكومة فؤاد السنيورة بعد إقرار المحكمة الدولية في مجلس الوزراء، وبدأت المعارضة اعتصاما كبيرا دام أكثر من سنة ونصف لإسقاط السنيورة، ومع ذلك لم يستقل. يا سنيورة اطلع برا، بدنا حكومة حرة حرة. الحكومة حتى ريح راس الناس كله.
الحكومة باقية، ولا في استقالة ولا في تغيير، الحكومة باقية. بعد أحداث أيار من العام 2008 واتفاق الدوحة وانتخابات عام 2009، ترأس سعد الحريري حكومة وحدة وطنية، ما لبثت بعد عام تقريبا أن انفجرت من داخلها بعد استقالة ثلثها المعطل. نعم، سقطت الحكومة، صار في 11 وزير مستقيل. أما اليوم فإني أعلن استقالة الحكومة. جاء دور نجيب ميقاتي الذي كان قد تولى سابقا رئاسة حكومة أجرت انتخابات العام 2005، جاء دوره ليشرب من كأس الاستقالة نفسه. والسلام عليكم. نظرة سريعة على الدورة السابعة لأيام بيروت السينمائية التي انتهت أمس. انتهت اليوم الدورة السابعة لأيام بيروت السينمائية المقامة في صالتي سينما متروبوليس الأشرفية، وكانت قد تناولت أفلاماً ولقاءات وندوات ومحاضرات امتدت من 15 من الشهر الجاري وحتى مساء 24 منه. فيلم الختام كان بعنوان عالم ليس لنا للفلسطيني مهدي فليفل، كما تضمن اليومان الأخيران فيلم الحارة لنيكولا خوري وفيلم متسللون لخالد جرار وفيلم فدائي لداميان أونوري وفيلما روائيا طويلا لفؤاد عليوان بعنوان عصفوري والفيلم الوثائقي ليال بلا نوم لإليان الراهب. الفيلم اليوم ليال بلا نوم هو قراءة في مصالحة في الذاكرة، فيلم شارك بسان سيباستين بأمريكا وبدبي، وهلأ عم يكون لنا شرف أنه نعرض. تفضل إليان كيف. وقد تميز هذا الفيلم لكونه عرض تجربة الذهاب مع فردين أساسيين إلى لحظة الاعتراف العميق بما فعلاه خلال الحرب. الفرد الأول كان أسعد شفتري مسؤول جهاز الأمن في القوات اللبنانية، والفرد الثاني كان مريم سعيدي الساعية من دون كلل لكشف مصير ابنها الشيوعي الذي فقد عام 82 في معركة كلية العلوم الشويفات. ساعتان وثماني دقائق مشغولة بتقنية المزج بين الروائي والخيال. هيدا الفيلم أنا بحطه بمسؤولية كل الشعب اللبناني اللي ممكن يحضره، لأنه هيدا الوضع القائم اليوم اللي بيخلينا نعيد نفس الأزمات والحروب هو نحن كلنا مسؤولين عنه. حتى لو في ناس قاتلوا بالحرب الأهلية، اليوم نحن مسؤوليتنا كمان أنه ما نقاتل بأي حرب ممكن تجي. كان في النشرة ميقاتي من طرابلس، استقالتي لأحداث صدمة إيجابية، انتشار للجيش بعد الخطف المتبادل في البقاع الشمالي، إصابة بليغة لرياض الأسعد في دير الزور. في الختام شكرا وإلى اللقاء.